عضو تحالف القرار عن المشروع العربي محمد دلف أكد أن دور الشيخ خميس الخنجر أكبر من أن يختزل بمنصب برلماني، وإنما لأداء دور أكبر خدمة للعراق. الشيخ خميس الخنجر لا يمكن اختزاله في منصب في البرلمان. الشيخ خميس الخنجر هو قائد للمشروع العربي، الأمين العام للمشروع العربي وقائد في تحالف القرار العراقي. الشيخ خميس الخنجر بانسحابه راح يتفرغ تفرغ كامل للعملية السياسية ومراقبة الانتخابات لشيء أكبر من المناصب اللي موجودة بالبرلمان.